متفائلين وقمنا باجراءاتنا. كان المهرجان يلزم يصير في الاجال اللي احنا اعلنا عليها اللي هو يوم 20 الى 28 جويلية الحالي، واحنا قدمنا برنامج دسم له ربع منه يلزم ناخذه بعين الاعتبار اللجان الفنيه اللي تسهر على سلامه سواء المتفرجين او سلامه الفنانين وغيره. اليوم نعلن لكونه فيه عدم جاهزيه للمسرح مع سوء الحظ، وعدم الجاهزيه هذا يخلينا احنا نقفوا وما نجموش معناها ناخذوا المسؤوليه على عاتقنا، نظرا يمكن قد تطرا بعض خطوره على سلامة المتفرجين وغير. خذينا بعين الاعتبار المعطيات هذه، واليوم احنا وضبيتنا والخيان اللي باش نعلموهم يكونوا متفائلين خير، لان ان شاء الله كل تاخير ان شاء الله فيها خير، باش يصير تاخير الى موفى شهر اوت او اوائل سبتمبر، باش هالاشغال هذه والاخلالات هذه نعتبرها اخلالات باش ندركوها الكل مع بعضنا في مستوى محلي او جهوي او حتى في مستوى مركزي. احنا استشرنا كل الاخوان المهنيين اداره ومهنه وخرجنا بهالقرار هذايا اللي هو الحقيقه فيه نوع من الاحراج، لكن ان شاء الله ما يصير كان الخير، وهذايا فرصه باش نمددوا احنا الموسم السياحي، لان احنا وقت ذروه كل المؤسسات السياحيه كلها فيها نسبه عاليه من الحجوزات وفيه اقبال كبير، وسنة بقدره ربي باش تصير سيزون اكسبسيونيل ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقنا، وان شاء الله تكون عائدات الموسم هذايا تكون عائدات هامه باش تدخل شويه ديفيز للبلاد.